السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة السيد أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. أبو جهاد، مرحبا بك. أهلا وسهلا فيك. بعد تسلم بيغن رئاسة الوزراء في إسرائيل، عين في أغسطس آب عام 81 أرييل شارون وزيرا للحرب، حيث بدأ يعد شارون لغزو لبنان. لكن قبلها وتحديدا في يوليو عام 81 كانت هناك معارك بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين في الفكهاني وصبرة وغيرها من المناطق، ووقع في 24 أو اتفق في 24 يوليو عام 81 على وقف إطلاق النار بين عرفات والكيان الإسرائيلي. اعترضتم أنتم بشدة على هذا الاتفاق، ما هي أسباب اعتراضكم؟ هي المرحلة التي سبقت هذا الاتفاق اللي أبرمه الأخ أبو عمار مع الإسرائيليين عبر الأمم المتحدة وقوات طوارئ اللي كانت موجودة في الجنوب، كانت مرحلة اشتد القتال بيننا وبين العدو الإسرائيلي، وما كان يمر يوم إلا كان عشرات من الطائرات الإسرائيلية تدك مواقع الفدائيين في جنوب لبنان، معارك الجنوب الشهيرة في العام 81. ووصلت هذا القصف الجوي إلى بيروت وإلى الفكهاني، وضرب أكثر من مكان، عارف كيف، ومن موقع في الفكهاني. طبعا لم يكن لدينا مقر لحتى احنا يضربوه، كانوا احنا يضربونا في المواقع المحصنة اللي ما كانت لها أثر لهذا الموضوع. حتى من كثر الغارات الجوية، الإخوة في سوريا والرئيس حافظ أسد أرسل كذا مرة طائرات الإسرائيلية لتعترض الطائرات السورية لتعترض الطائرات الإسرائيلية، ومرات كانت دور معارك فوق سور، رغم أنه المعركة غير متكافئة، ولكن كان يريد أن يقول الرئيس حافظ أسد، قال ورجي عذرك ولا تورجي بخلك، وتسقط الطائرات السورية فوق، يعني بعد ذلك سقطت بالعشرات. عم أقول لك يعني هذا الموضوع. بعد ضرب الفاكهاني وهالمنطقة، يمكن بعض هالإخوان حسوا بالحامي، يعني ما في، بينما ما كانوا يحسوا وقت القصف في عليكم أنتم في الجنوب، وكل يوم 3 ساعات وأربع ساعات الغارات الجوية المتتالية. ما أنتم داخل الأنفاق متحصنين. طيب ما هو إحنا ليش ما حصنوا نفسهم يعني؟ يعني هل لقلة إمكاناتهم يعني؟ فطرح موضوع وقف إطلاق النار وتمت المناقشة. قلنا لهم احنا يعني لما بدنا نوقف اطلاق النار بيننا وبين العدو الاسرائيلي، شو مبرر وجودنا في لبنان؟ احنا بدون وقف اطلاق النار قسم من هالناس السيئين في بالعمل الفدائي ملت قام يتلهوا في شوارع الحمراء وفي جمهورية الفاكهاني والاخر. طب اذا وقف اطلاق النار، هالقواعد الموجودة في الجنوب بيقول لك ليش احنا بدنا ناكل ونشرب وننام؟ فمن حيث المبدأ احنا وجدنا ان مثل هذا المنحى خطير للغاية، انه انت تعمل وقف اطلاق النار، وقف عمليات القشرة يعني على الحد الاسرائيلي، حتى يعني الكوماندوس، ووقف كل انواع القصف المتبادل، كل هذا الشيء. فاحنا حقيقة اعترضنا على بهالموضوع هذا، واتخذ عرفات القرار واحنا رفضناه، وحكى وكان عرفات جمع القيادة الفلسطينية والقيادة اللبنانية وقال لهم احنا بدنا نعمل وقف، وهذا ميزته أن لأول مرة أن إسرائيل تعترف بنا والأمم المتحدة تعترف بنا، يعني تصور أنت هذا هو المكسب الكبير في يعني في هالشأن هذا. حتى في بعض الناس اعترضوا يعني، فكان جامعهم أبو عمار عنده وعم يتناقش انه لا نوقف ما نوقف والى اخره الشيء. بالاخير بعد جلسه حاميه هم وافقوا، احنا بقينا معترضين، باقي الناس وافقوا مع بعض. الامر لم يقف عند حد الاعتراض، ولكن ربما وصل الى الاقتتال بينكم وبينهم بعد ذلك. حتى ابو عمار قال يا اخوان لحتى نبلغ الامم المتحده، كبس الجرس تبع هذا،
قال لهم بعثوا لي ابو حميد الله يرحمه، ضابط كان برتبة عميد مسؤول الكفاح المسلح عنصر ارتباط مع القوات الدولية. اجا ابو حميد وضرب تحية لابو عمار، قال له مشان تبلغ الوسطاء الدوليين يعني الامم قوات الامم المتحدة انه احنا وافقنا على وقف اطلاق النار. قال له يا فندم انا بلغتهم من امبارح، انا عم بعطيك كيف الانفراد حتى في القرار. فضحك ابو عمار قال له يخرب بيتك انت سود وجهي يعني. وكانت نكتة من النكت يعني، تصور جامع الناس قال يناقشهم وهو سلفا مبلغ عرف كيف على وقف اطلاق النار. احنا اعترضنا وبدأنا نزاول متابعة القصر. طب انتو حسيتوا بايه قول لي؟ حسيتوا بايه؟ يعني ما هو يعني ما هذا هي عادته التفرد في هالمواضيع يعني. طب وحميد ما خدش باله ليه؟ وبهدلوا شتموا ماشي مسكين، علمت انه استشهد في قطاع غزة ماشي كيف الاسرائيليين قتلوه. فاحنا انسحبنا وتابعنا عملي، واستنفر قواته ابو عمار وبدأت كاد ان يحدث اشتباك. حاصرنا بعض يعني قواعد له وحاصر بعض قواعد لنا في الجنوب، في الجنوب يعني يصير مشكلة كبيرة. فاستنجد باللبنانيين والأحزاب اللبنانية وعملوا اجتماع في بيروت. طبعا أنا ما حضرته، إجا الرفيق طلال ناجي أركيف عضو اللجنة التنفيذية ممثلنا، وصارت مناقشة ومسكوا الإخوان اللبنانيين أنه يا أخي أعطوه فرصة لأبو عمار، عم يقول أنه بده يصير هجوم إسرائيلي كبير، هو يريد أن يوقف هذه المؤامرة. مشان نكون دقيقين أنه حجة أبو عمار أنه في هناك بده يصير عنده بعد نظر عنكم اعتداء إسرائيلي كبير، لأنه هنا كنا رفضنا فاس الأولى. هو بس رفضت فاس الأولى، قال له قال أبو عمار بكل صراحة انتظروا يا أخوان عدوان كبير يمكن يصل إلى بيروت. يعني كان في هناك استعداد وتهيؤ من ذلك الوقت أنا إلى الاجتياح الإسرائيلي الكبير. هو أنت مثل ما حكينا في هذه ممارسات ما بتيجي بين عشية وضحاها، أنت تكون غير مستعد وتستعد يعني. هذا المعركة والقتال لها تحضيراتها ولها مقدماتها، الجيوش والحركات لا تهزم في المعركة، تهزم يعني حتى قبل المعركة لأنه تبقى نتائجها معروفة سلفا. وحقيقة إحنا ما بقول احنا توقفنا عارف كيف عن هذا الموضوع، ولكن تجنبنا عملية التصادم. ولن طبعا نعلن. اسرائيل الان كانت تعد للحرب، فبالتالي لابد انتم ايضا ان تعدوا لها، لكن يبدو انكم لم تعدوا لها. لا لا احنا كنا نعد وانا مثل ما حكيت لك. طب قول لي اعدادكم انتم ايه في مقابل اعداد الاخرين؟ يعني احنا مثل مسار المعركة بعد ذلك يعني ما حدث بعد الاجتياح يعني في 4 يونيو 82 يعني يؤكد انكم لم تكونوا تعدوا. العقيدة الاسرائيلية في عملية القتال معنا وحتى مع الجيوش انها تعتمد على قوة نارية كبيرة جدا من الطائرات بكل انواعها بما فيها الهليكوبتر تمهد، وثم تتقدم وحداتهم المدرعة على الطرق الرئيسية وتطوق هذا. قبل لذلك أن أبدأ الحرب. لذلك احنا كنا اولا اردنا ان نبطل تاثير فاعليه القصف عبر مشروعاتكم في الانفاق والمغر وغيرها، ومن ثم من الوديان نخفي مجموعات لكي تضرب العدو من مهم. طب القوات الاخرى وكانت اكبر منكم عددا وعددا؟ اكبر منا بكثير، لكن مثل ما قلنا لك تسليحها يعني كانت لم يكن هناك تنسيق بينكم يعني وبينهم. لا لم يكن يعني تنسيق، مثل ما حكينا لك القياده المشتركه المجلس العسكري كلها عبارة عن خطط وأوهام ليست هي إلها. يعني مثلا في هذا 81 الإسرائيليين بدأوا في غارات كوماندوس ينزلوا من البحر من الرشيدية حتى هون لخلدة، ينزلوا من البحر بزوارق ويعملوا كمائن على هذا الطريق الساحلي. يعني أنا ما كنت أحضر المجلس العسكري إلا مندوب، اضطريت روح أنا وحكيت أنه يا إخوان معقول هذا الطريق الساحلي يبقى بالإسرائيليين يعملوا في السعديات ويعملوا في الجية ويعملوا هناك ويعملوا هالكمائن على طريق ساحلي وهذا شريان رئيسي؟ يا أخ أبو عمار ويا أخوان تعالوا نقسم هذا الطريق إلى قطاعات، وكل قطاع
يتسلم منظمة تكون مسؤولة عنه، بحيث والله إذا نزل الإسرائيلي تدان هذه المنظمة في الموضوع. وانت يا اخ ابو عمار خذ القطاع اللي بدك اياه، خذ اكبر قطاع، انتم فتح ام الدنيا، خذوا اللي بدكم اياه، بس خلينا نحمل المسؤوليه. صدقا رفض هذا الاقتراح. لماذا؟ ما بعرف انا الان، لا يعني ما في تفسير. لا ما انت كنت قاعد في الجلسه اكيد بتعرف يعني لماذا رفض. ما في، انتم مش جماعه مقاومه يعني قومه يعني. يعني انا كنت اعتقد انه احنا، اليس هذا في النهايه لحمايه الفلسطينيين واللبنانيين الذين كنتم على ارضهم؟ احنا قياده فتح واحنا المهيمنين، وانتوا ليسوا انتوا ديكور يعني، هيك كانوا يمكن ينظروا لهذا الموضوع بهالشيء. ده تحميل كبير للمسؤوليه لفتح. انا عم بحكيك هذا اللي حصل. فاحنا اتخذنا قرار لحالنا، اخذنا قطاعين، قطاع يبتدي من خلده لجسر الدامور بحدود 8 كيلومتر، وقطاع اخر في منطقه السرفند، عارف كيف، على الساحل كمان، وبدأنا ننزل كمائن والآخره، والحمد لله ما صار إنزال كوماندوس إسرائيلي في هالمنطقتين، عارف كيف، على الطريق الساحلي. في 28/5/82 مايو 82 ألكسندر هيج وزير خارجية الأمريكي وجه رسالة إلى مناحم بيجن، قال فيها أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، وكأن هذا كان موافقة أمريكية على الغزو الإسرائيلي للبنان الذي بدأ في 4 يونيو 82. أكثر من ذلك، ريغان أعطى تصريح في ذلك الوقت، قال يجب أن يقتلع الإرهاب من الشرق الأوسط ومركزه في لبنان. متى شعرتم أن الحرب اللبنانية أو الاجتياح الإسرائيلي للجنوب واقع لا محالة؟ أبداً، أنا من قبل سنوات عارف أنه بده، والله كأنه السيناريو. توقعكم أن يصل الإسرائيليون إلى أي مدى؟ هون في موضوع حقيقة تباين. يعني احنا توقعنا ان يعني يصل الاجتياح الاسرائيلي الى جنوب بيروت، يعني منطقة اللي بسموها المصب الاولي، الجسر الاولي، يعني شمال صيدا، مش مثل ما عملوا بالليطاني، راح تكون اوسع من هذا الموضوع ويبقوا لفترة معينة. وكانت الاجواء مهيئة، يعني الشعب اللبناني في الجنوب كان للأسف أصبح ينظر لنا نحن كمحتلين وكأعداء، ودارت معارك مع هذه القرى الشيعية، وحرقت ودمرت بعض القرى الشيعية في جنوب لبنان. لذلك الإسرائيليين لما دخلوا في الجنوب ما كان قادر فدائي يروح يدخل إلى قرية لبنانية، لأنه هم، وهناك مصادر قالت بأن الشيعة لم يقاتلوا في الجنوب، أو صدرت لهم أوامر، مش لم يقاتلوا، بالعكس تماما، يعني لم يسمحوا لأي فدائي أنه يقدر يأخذ منهم مي أو أكل أو لآخره. يعني طبعا جنيتم ثمار ما فعلتم فيه، لأنه تم التصرفات شائنة خلال هذا. وتصور أنت السنة اللي قبل الاجتياح في منطقة أنصار في قرية دمرة بالمدفعية، فكانت يعني في خطة انه لإيقاع الخلل بيننا وبين الشعب الجنوبي في جنوب لبنان. حتى الجيش الإسرائيلي لما دخل طلعوا هذه القرى ترميه بالأرز والورود للجيش الإسرائيلي. طب كيف هذا الشعب اللي بعدين قاتل الإسرائيليين قتال وأجبرهم على انسحاب نكاية في الفلسطينيين بالدرجة الأولى؟ أقول لك يعني من خلال هذه التصرفات، يعني يكون مسؤول من الإخوة في فتح، بعرفه عزمي اسمه الصغير، كان عامل سجن في صور، يجيب أكبر لبناني، عارف كيف، من هالقرى هاي ويزله ويهينه وزنازين، وعامل يعني شغلة ومثله بالنبطية ومثله في كل محل. يعني وانت بتعرف هذه حرب العصابات، بشبهوها القادة تبع العصابات، هي مثل السمك في الماء. الماء هو الشعب والسمك هو الفدائيين أو حرب الأنصار. فإذا أنت جردت هالسمك من الماء مات هذا السمك. للأسف لم يكن هناك، وكانت القيادة الفلسطينية على علم بما كان يفعله هؤلاء في الجنوب. كيف هذا؟ بعض منهم شارك، عارف كيف، في تدمير بعض القرى في جنوب لبنان. بعض تقول لي أنه أنتوا شاركتوا، إحنا لم نشارك، وبقي معنا بعض إخواننا من الشيعة وعندنا شهداء بالعشرات بالمئات من الشيعة. وأذكر حادثة تماما في قرية شيعية في
في الجنوب اسمها السكسكية، احنا عملنا فيها مستوصف وملاكه طبيبين واثنين ممرضين وممرضة في نفس القرية، لحتى يصير عملية التقارب في الموضوع. في يوم من الأيام جايين الأطباء إلى موعدهم، أو يعني صباحا، في كمين على بعد 200 متر من القرية بيفتح النار بيقتل الأطباء والممرضين بكاملهم. الشباب عنا استنفر وعنا مدافع. مين اللي عمل الكمين ده؟ ما نعرف، عم اقول لك هذا اللي حصل. بس اكيد عرفتوا مين. عم اقول لك هذا اللي حصل يعني هالشيء. وقتها ما كنتوش تعرفوا. راسا بعثوا الشباب الي برقيه وقالوا احنا مستنفرين بدنا ندمر السكسكيه، انه اعتقادا من شبابنا انه هدول ناس من السكسكيه، من قريه السكسكيه. وبعتقد الان لابد الكبار منهم يسمعني ويقول نعم هذا اللي حصل. انزلت راسا لهذه لمنطقه هالقواعد اللي عن حول السكسكيه في السرفان، وجمعت هالقاده قلت لهم لا تدخلوا وتصبحوا جزء من المؤامرة. شو عرفكم؟ بجوز هذول عملاء لإسرائيل هم اللي عملوا مشان يخلونا احنا نحرق السكسكية ويصير مشكلة بيننا وبين السكان المحليين. وهضمنا ومسكنا يعني على أعصابنا، عارف كيف، وعلى دماءنا من أجل والله ما يتم ردود فعل. وتصور بعد 3 أيام لما فشلت هالخطة لإيقاع بيننا وبين الإسرائيليين، الإسرائيليين هاجموا إحدى القواعد البحرية عنا في نفس المنطقة. يبدو الإسرائيليين كانوا درسوا هذا الأمر بشكل جيد، واضح هذا من خلال كتاب شيمون شيفر كرة الثلج، ومن خلال كتاب أطول حرب لبنان، أطول حروب إسرائيل، الذي كتبه 3 من الإسرائيليين. كان واضح تماما هذا الأمر، كان واضح أنه ليس هناك معكم تعاطف من أهل الجنوب، وإنما أهل الجنوب ربما آثروا الإسرائيليين في البداية عليكم ورموا الإسرائيليين بالأرض. يعني بعكس لما دخلنا، والله لما دخلنا فتحوا بيوتنا بيوتهم وإلى، بس إحنا كنا مثل ما حكينا ننزل للوديان نبتعد عن القرى نمنع المقاتلين يروحوا. أنتم كجبهة لكن الآن الآخرين، أنت تحدثت عن تصرفات شائنة كانت تتم بالنسبة لأهالي الجنوب من قبل هؤلاء الناس. الآن بدأ الاجتياح الإسرائيلي في 4 يونيو، في نفس اليوم اللي ذهب فيه ياسر عرفات إلى السعودية حتى يسأل السعوديين إلى أي مدى يمكن للإسرائيل، يعني لم يكن هناك تخطيط لصد الهجوم الإسرائيلي بقدر ما كان التخطيط هو السماح للإسرائيليين بالدخول إلى مدى 40 كيلو كما كان يعتقد الجميع. هو حتى شارون في مذكراته يقول أنه لم يكن قد أبلغ بيجن أنه يريد أن يتجاوز ويصل إلى بيروت، وإنما كان الكلام كله عن 40 كيلو متر فقط، لكن كانت خطة شارون هي الوصول إلى بيروت. يعني هو يعني قبل ما يعني يبتدئ الاجتياح الإسرائيلي في ذلك الوقت تسربت معلومات لمن؟ إلنا. لكن هذه المعلومات يعني مش إلي، للإخوة في فتح. ويقول أبو إياد أنه أمين جميل سرب له المعلومات. هو أبو إياد في فلسطيني بلا هوية أشار لم يصل إلى هذه المرحلة ربما، لكن هناك مصادر كثيرة في فتح قالت إن السوفييت تبلغوهم، السوريين بلغوهم. أنا بعرف أنه أبو إياد حكى لنا أنه أمين جميل بلغنا رسميا أن الإسرائيليين سيصلوا إلى بيروت. لكن إحنا بدنا نتساءل شو هي الأسباب اللي خلت الإسرائيليين يقوموا باجتياح 82؟ لا اسمح لي حضرتك، أنا عايز أقف معك عند دي، بس عايز أقف معاك عند إن أبو إياد قال لكم إن أمين لجميل. لا ما حكى لنا، حكى بعدين. بعدين. لا بعدين حكى هذا الموضوع. أما قبل ما حكى بالموضوع. هذا الاجتياح الإسرائيلي ليش تم؟ له أسبابه. ما هي؟ يعني أول سبب إنه حقيقة المخطط الاستنزافنا في الخلف فشل. وصف السوريين هم اللي قاعدين علقانين مع المارونية السياسية، وبدأ تصعيد العمل الفدائي، بدأ تدفق سلاح علينا من الإخوة في ليبيا وسلاح نوعي، وقبل شوي حكينا عبر طريق الإسرائيليين ضربوا. عم أقول لك فاهم، بس يعني تدفق مش بس إلنا، يعني إحنا كان يجي سلاح وأعطينا كل الأحزاب اللبنانية في ذلك طبعا الوقت. ما هو لازم كل واحد يأخذ مكيكة. وأعطينا كل المنظمات ما عدا فتح يعني هذا السلاح والعتاد، وكان في منه بعض الأسلحة يعني ممكن إذا
تم استخدامها بالشكل الصحيح انت تهدد شمال فلسطين المحتل في هالشيء. الاسرائيليين بداوا يعرفوا انه احنا قاعدين عم نحفر الخنادق ونعمل التحصينات، لذلك مناحم بيغن وبكره الثلج بيقول انه احنا عجلنا في هذا الموضوع لانه في مثل يقول السير على الشوك وهو اخضر افضل من ان تسير عليه وهو ناشف او يعني مجفف. نعم. عارف كيف سيؤلم. فهم بداوا يشعروا انه ممكن يصير تهديد، فبدوا يكونوا ضربتهم اجهاضيه. الاخوان في المارونيه السياسيه ارادوا الاسرائيليين يطمنوهم انه بعد المعارك اللي صارت بين السوريين معهم وزحله وهالمواضيع انه هي احنا نقف معكم، هي جايين لننجدكم. وتم اجتماع بين بشير جميل وما بين الاسرائيليين قبل عمليه الاجتياح. في لعب دور ايضا هو اغتيال انور السادات في 81. نعم. هذا الاغتيال شكل حالة نهوض معنوي عربي موجود، وبدأوا الأمريكان يشعرون وكأنه مصر بدها تفلت من إيدهم مرة تانية، بدها تروح. وكل الشغل اللي اشتغلوه على مصر منذ 73 أو منذ استلام السادات في 70 معناه سينتهي، فلا بد من عملية ضربة استباقية لتخفيض الروح المعنوية. لعب أيضا دور أنه قامت ثورة إسلامية في إيران الخميني في 79، وهذا كان يعني شيء رفع الروح المعنوية لكل هالجماهير أنه شاه إيران اللي هو شرطي وإسرائيل أقوى من إسرائيل في مشرق هذا الوطن ويدعم إسرائيل والآخر، تقوم ثورة إسلامية ويعلن أنه والله مكان السفارة الإسرائيلية في طهران لتصبح سفارة فلسطينية. أول سفارة فلسطينية. هذه العوامل بمجملها أرسيف هي اللي خلت الإسرائيليين يأخذوا مناحم بيغن يأخذ قرار عملية الاجتياح. أما أين يصل هذا الاجتياح؟ بالتأكيد بين شارون وهيج كان الاتفاق هو أن يصل للمنطقة المزيحية. طب أنت كقائد عسكري بارز، ربما القادة الآخرين معظمهم قادة سياسيين وإعلاميين وغيرها، أنت توقعت أن يصل الإسرائيليون إلى أي مدى؟ أنا بحكي بكل صراحة ما توقعت أن يصلوا إلى بيروت. توقعت أن يقفوا عند ليش؟ يعني كنت أتوقع أنا عند صيدا عند الأولي كيف؟ شمال صيدا لا عند جسر دامور، يعني كنت أعتقد يعني لا يتورطوا في المدينة في المدن. لماذا حددت هذه المناطق؟ طب ما صيدا كانوا هيمروا على مدن لبنانية أخرى في الجنوب. أولا المناطق الجنوبية مثل ما حكينا هن من أخوتنا الشيعة اللي أصبحوا يكرهوننا. صيدا الغالبية سنة. لا عم بحكي هناك. صيدا بيقدروا يتجنبوها وهم ما دخلوها، هم كانوا قصفوها ودمروا فيها. بخطتهم هو الوصول إلى بيروت لأنه دخلوا بستة بالشهر. يعني لما رحت هذه المناطق حتى أرى كيف صارت الحرب، يعني لو إسرائيل بتتمشى تمشية مش هتبلغها في الوقت الذي بلغتها فيه. يعني سأتي بعد ذلك إلى مسار الحرب، ولكن أيضا في الجانب الآخر أنتم كأن كل إعداداتكم هو أنكم كيف تتجنبوا مواجهة إسرائيل وتدعوها تقف عند الحد الذي حددته للوقوف وعدم الدخول لبيروت. يعني هذا الموضوع أنا لسه أنت بترك على هذه القصة. أنا برك لأن قصة خطيرة. أقول لك يعني هذا الموضوع نحن لا نتحمل هذه المسؤولية، وكنا عم ندق جرس الإنذار، يجب أن نعد نفسنا. أنت مش معقول الإسرائيلي يعرف أنه أنت صرت تملك راجمات من الصواريخ تصل 21 كيلو ومدافع 130 ميلي بتوصل ل 30 كيلومتر وتسليح وإمكانات وآخره، والإسرائيلي سيقف يتفرج عليك. ماذا فعل الإسرائيليين؟ خدوا هذه الأسلحة في مغلفاتها. أقول لك كنا نقول مفروض أنه نرتب أمورنا بالشكل الصحيح. للأسف المجريات ثبتت لا مش هيك، بحيث أعطي للحج إسماعيل من الساعات الأولى أمر بالانسحاب من الجنوب. قصة الحج إسماعيل هنأتي لها، لكن الهجوم البري بدأ الساعة 11 صباح يوم 6 يونيو حسب التقديرات الإسرائيلية. سبقوا قصف جوي لمدة طبعاً 24 ساعة. 75 إلى 78 ألف مقاتل إسرائيلي، 1420 دبابة إسرائيلية، 1520 ناقلة جند مدرعة. في المقابل عدد مقاتلي منظمة التحرير بكل فصائلهم الموجودين في جنوب لبنان لا يزيد عن 6000 رجل مسلحين ما بين 100 إلى 200 قطعة مدفعية،
60 دبابة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، لا أدري يعني على من دبابات مخلفات حرب عالمية تانية بتواجه ترسانة إسرائيلية متقدمة. انهارت المقاومة خلال أسبوع ووصلوا إلى بيروت. قل لي كيف كان مسار المعركة؟ بالنسبة لي أنا تماما قبل الاجتياح الإسرائيلي ب 25 يوم أو شهر أصبت في جنوب لبنان، وقعت يعني وكسر فقرتين من فقراتي، فقرة ظهرك، فقرات، ونقلت إلى دمشق ومن ثم محمولا إلى بلغاريا بطائرة إسعاف. فبدء المعركة يعني لم أكن كنت أنا في بلغاريا، وعندما سمعت، أنا كنت متوقع ولكن هذا اللي حصل فعليا. وأنا دوما لا أريد أن أقول من نوع من التفاخر، كنت أرغب في كل المعارك أن أكون موجودا فيها. نعم. يعني في عملية الليطاني، في عملية العرقوب الأولى الثانية، كنت حتى في عملية الليطاني الكل يشهد لك بأنك كنت تقود قواتك غير الآخرين، وكنت تشارك يعني في المعارك بنفسك، وهذا لا يغمطك أحد فيه الحق. لا، في ناس يعني بالليطاني تقدموا الإسرائيليين على محاور، وسلمنا نحن المحور الأصعب وطريق الأوتوستراد اللي جاي من بنت جبيل لقانص، هذا في 78 78، وأعطونا إياه مشان يحملونا مسؤولية هذا. وأما الطرق الأخرى اللي بتوصل لصور وشمال سورة للليطاني، طرق فرعية وجزئية، يعني إذا بتدمر فيها دبابة بتوقف الرتل، وكأنه كانوا الناس يريدوا أن يختبرونا. وقلت لهم الشباب يجب أن نقبل التحدي، وهذا المحور هو الوحيد الإسرائيليين اللي توقفوا عليه، وكنت أنا موجود مع الإخوة المقاتلين من رفاقنا. حتى وكالات الأنباء، أنا ما كنت بظهر على الإعلام، بدأت الزياء تقول أحمد جبريل يقود المعركة في الليطاني بنفسه، بزمانه بالعرقوب يقول هالشيء. أبو عمار طلع تصريح قال أحمد جبريل ليس موجودا في كل لبنان، وأنا كنت عم قاتل يعني الإسرائيليين. حتى لما بعض رفاقنا عاتبوا قال لهم يا أخواننا أنا خايف عليه لأبو جهاد، لما أقول أنا مش بلبنان يعني يعني أنا عم بحكيك عم جيب لك أنا. فكنت أنا في منتهى الحزن لما كنت أنا في بلغاريا ملقى على ظهري وفي علاج، عندما سمعت، ولكن كنت متوقع متى يكون هذا. حاولت من خلال التليفون أعطي يعني توجيهات أعطي، ف شعرت انه ما في نتيجة من هذا الموضوع بصراحة. الوضع مختلف. فمعي زوجتي عارفية، ومعي شاب او شابين مرافقين، بعت ورا رئيس الاطباء قلت له انا بدي اتحرك هلا. قال كيف تتحرك؟ انت اذا بتمشي ممكن تنشل، لسه الفقرتين يعني ما مستقرات وضعهم. قلت له انا بدي امشي، لا تجبروني على تصرف غير. فهذا المستشفى للجنة المركزية للحزب الشيوعي في البلغاري وعارفين، دعوا رأسا رئيس لجنة التضامن جنرال ترنسكي عارفين، لا قال لي ما بصير. قلت له أنا هلا بلقي نفسي من الشباكة، أنا ما بستطيع أتحمل. كان مغلق مطار دمشق ومطار عمان ومطار بيروت، فراحوا فصلوا لي قفص حديدي صور عارف كيف، لانه شافوني انه ما في يمسك امسك كل جسمي والى اخره شيء، ها، وقالوا ان شاء الله ما يصير لك شيء. وطلعنا على اثينا، واول ما فتح مطار دمشق لمده ساعتين كنت نازل. تاريخ كم وصل هذا الكلام؟ بسبعة ثمانية بالشهر، يعني بعد يومين، يومين بعد يومين ثلاث ايام من بدايه المعركه. من بدايه المعركه صحيح السوريين كانوا أبلغوكم أن الهجوم لن يتعدى منطقة الزهراني؟ لا لا، عارف كيف؟ السوريين رفضوا نشر المزيد من وحدات المضادة للدبابات والطائرات حول بيروت رغم إدراكهم بأن الإسرائيليين قادمين. كان في، هل كان سوء تقدير؟ بس أقول أنا أنه أنا من مطار دمشق جيت ودخلت آخر واحد على بيروت، كانوا اليهود في خلدي لما أنا دخلت، الناس عم تطلع تهرب، أنا دخلت على خلدة قلت بدي خوض
معركة مع الناس اللي موجودة في بيروت، وفوجئت الناس في وجودي. كان معنا كل القوات، بعض القوات اللي انسحبت، كان في لواء سوري اسمه لواء 85 موجود في بيروت، كان في لواءين لجيش التحرير الفلسطيني التابع لسوريا معنا في بيروت، يعني لم نكن وحيدين احنا. عارف كيف؟ في النهاية ما عملوش حاجة. معلش هلا بنحكي كيف الموضوع. عم تقول لي الإسرائيليين حاولوا يتجنبوا في البدء الاشتباك مع القوات السورية في منطقة جزين والعيشية والريحان والعرقوب، لكن شارون بعدين يعني خافوا أنه والله تدخل سوريا في المعركة، بعدين يظهر بيعملوا عملية تيست وتجربة، ضربوهم في جزين في منطقة الريحان، تراجعوا صاروا دخلوا في مواجهة مع السوريين وضربوا القوات السورية وقيادتهم كانت في منطقة قرب عليه بحمدون ظهر الوحش، وأصبح الجيش السوري داخل في المعركة معه. يعني الآن بس عشان نفهم المعركة كيف كان مسارها، أهل الجنوب لم يكن لديهم الاستعداد للتعاون مع الفلسطينيين، بل ربما رحبوا بالإسرائيليين بناء على تصرفات الفلسطينيين السيئة معهم وسجنهم وإزائهم طوال الفترة التي بقوا فيها. السوريين لم يكن لديهم استعداد أو ترتيب للدخول إلى المعركة ولكنهم ورطوا فيها. القوات الفلسطينية كانت كلها تستعد لكي تحمي منطقة بيروت أو تقف عند حد بيروت، على اعتبار أن إسرائيل لن تتوغل أو لن تصل إلى العاصمة بيروت، وربما تقف عند نهر الأولي ومنطقة صيدا. أنت كنت مريضا وجئت رغم مرضك بقفص حديدي نقلوك ودخلت إلى بيروت في الوقت الذي كان يهرب فيه الآخرون واستطاعوا أن يصلوا في عدة أيام. الحج إسماعيل جبر عامل قوات القسطل لم يأمر بشن هجوم على القوات الإسرائيلية ضد رأس الجسر البحري إلا عند الساعة 11 ظهرا، ثم أخلى مقر قيادته ثم فر للصالحية ومن ثم إلى الشوف بصحبة كمال الشيخ آمر كتيبة شهداء أيلول ومصطفى سعد زعيم التنظيم الشعبي الناصري وضباط آخرين، وأرسل في 8 يونيو رسالة لياسر عرفات يبرر بها أسباب تصرفه. الحاج إسماعيل الآن من الشخصيات التي تحمل مسؤولية كبيرة في السلطة الفلسطينية، وهذا الكلام ليس كلامي وإنما نشره يزيد صايغ في كتابه، وقال أنه اطلع على البرقية التي أرسلها الحاج إسماعيل جبر إلى ياسر عرفات وقال أنها في أرشيف الرئاسة الفلسطينية. كيف رؤيتك لمسار الأمور وكيف كانوا قادة منظمة التحرير يقاتلوا؟ يعني مع احترامي لهذه المعلومات، أنا بعرف أنه الحاج إسماعيل أعطى أمر لعملية الانسحاب بسموها عشوائي، وهذا سبب انهيار في الروح المعنوية لكل المقاتلين، لأنه جسم حركة فتح هو الجسم الأكبر، لما الناس تشوف هذا الجسم قاعد عم ينهار ويمشي يعني هذا بتوقع كارثة، حتى لو أنت حاطط وقاعد في مواقع محصنة وإلى آخره الناس بتقول لك شو أنا بدي قاتل لوحدي، يعني هذا في تأثير على الروح المعنوية. وأنا واحد من الناس اللي حقدت على الحج إسماعيل واتهمته في الجبن والتخاذل والآخر، حتى لما طلعنا من الحصار من بيروت، للحقيقة أنا بحكي لك هالمواضيع ما يقول يزيد صايغ الصفل، يزيد بيستند لمعلومات ومش كلامه هو، وأنا هو الرجل وثق تاريخ بالوثائق، أنا بحكي هذه القصة. في النهاية هناك وثيقة في الرئاسة الفلسطينية موقع عليها إسماعيل جبر بيتكلم فيه. أنا عندي رواية معاكسة. من وين أخذت هذه الرواية؟ من الحج إسماعيل شخصيا. الحج إسماعيل اتصل فيه على في دمشق وقال لي أنا بعد ما طلعنا من بيروت عافية من حصار بيروت، وقال لي بالحرف الواحد إجا لعندي قال لي بدي نص ساعة بس من وقت. أنا الناس تتهمني كلهم بالجبن، أنا مو فارقة معي، بس أنت كأحمد جبريل أرجوك أنه تفهم الحقيقة. وطالع لي من جيبته لابس فيلد وقال لي تفضل هذه هي البرقية من أبو عمار يطلب منه الانسحاب، فقال لي تفضل. قريت التاريخ والساعة في عملية. طب قل لنا دي، لأن دي وثيقة مهمة. أنا هذا الكلام هلأ يمكن أبو الحاج إسماعيل بسمعني، هلأ له مسؤولية كبيرة في الضفة الغربية. أنت كده هتفنشه الآن. أمل لك. أنا بعدين الرجل أرسل ربما برقية أخرى. بعد ذلك أنا سألت الناس في داخل فتح اللي انشقوا وعملوا انتفاضة في فتح من أبو صالح
وقدري وعارف كيف وابو موسى اكدوا لي هذا هالموضوع. يعني عرفات هو الذي اصدر الامر للقوات المنظمه بعدم القتال والانسحاب امام الاسرائيليين والانسحاب هذا الموضوع هيك. لا قول لي انت الكلام ده على مسؤوليتك. انا عم اقول لك هو حدث عمليه الانسحاب العشوائي هذا فعلا، اما كيف تم هلا انت بتقول في روايه يزيد صايغ، انا عم بحكي لك في روايه اخرى، وهذا الموضوع متروك للناس تدقق في هالروايتين. عارف كيف؟ انه الحاج اسماعيل اخذ امر بعمليه الانسحاب هو وابو هاجم، حتى ابو هاجم كان في منطقه اخوه ابو الزعيم كان في منطقه مغدوشه ومنطقه الريحان، انسحب وظل منسحب للنبي سباط يعني قريب لبعلبك. طب لعل الرئيس عرفات كان خايف على القوات؟ هو اذا احنا ما بدنا نستعمل هذه القوات في هذه المعركه الاخيره على لبنان وين؟ ما في نقيم بها السلطه الفلسطينيه وين؟ هو كان عنده بعد نظر ويخطط، معناه انه هو بده يحمي هذه القوات مشان ياخذها على تونس وعلى الجزائر وعلى السودان وعلى اليمن. أليس هذا ما حدث تاريخيا بعد ذلك؟ والله إذا كان هذا الموضوع أنا كنت أعتقد أنه هذه المعركة في لبنان يجب أن تكون معركتنا يعني معركة الشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية ومعركة الأحزاب كنتم الوطنية. كنتم تستطيعوا أن تقاوموا الإسرائيليين وتردوهم؟ أنا بهذه الإمكانيات دبابات تي لا 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 أنا 32 من مخلفات الحرب. أنا سلفا كنت أعرف شو نتيجة الحرب، لأنه مثل ما قلت لك الحرب يعني تعرف تقدر تعرف انت نتائجها قبل ان تخوضها، هذا مثل عسكري في هذا الموضوع. اما لو كنا رتبنا امورنا ومنذ هالسنوات الماضيه وما تلفتنا للخلف وللمبادل ونعمل والله شرطه ونعمل كيف الافران نصفي مسؤولين عنها والزباله كيف بدنا نشيلها من بيروت وكيف جمهورية الفكهان كيف بدنا نقسم الأحزاب اللبنانية ومفرخها يصفي 50-60 حزب لبناني وأعطي هذا وأعطي هذا، كيف نشتغل في بعضنا، بدي اهجم على الموقع الفلاني على مكاتبك وعلى الثاني على مكاتبك مشان أدبك والآخر. يعني أنا كنت أشعر حقيقة في السنوات اللي سبقت الاجتياح في نوع من العبثية المطلقة، وكنت مرات أتساءل يا ترى الناس موعودين أنه نمشي. وأنا بقول لك أنا كنت أشعر أنه وكأن هؤلاء الناس موعودين بشيء سياسي. وشو اللي خلاني أكثر؟ العداء اللي كان لسوريا. طيب سوريا معنا في لبنان، كنتوا تقولوا بدها جاية تقتلنا، صارت تقاتل هي والكتائب والمارونية السياسية ومعارك، وشقت المارونية السياسية والجبهة اللبنانية اللي هي فرنجية عن باقي هالناس، ومعارك دائرة مستمرة مع المارونية السياسية، وحاصرت كل هالمناطق المسيحية بسوريا. سوريا عندها لواء عم يقاتل معنا 85 لواءين من جيش تحرير تبعها، قاعدة موجودة عم بتخوض معارك بعين زحلتا وبيادر العدس وكل هالمنطقة. وأنا أرجو كنت لياسر عرفات وإحنا تحت الحصار يا أبو عمار خود احكي مع الرئيس حافظ أسد، معنا هو الوحيد اللي معنا في المعركة ميدانيا، معنا في المعركة يرفض. طب انا هقول لك يتصل بقى. مع مين؟ مع فهد، مع حسني مبارك، مع الملك الحسن. طب انا كنت استغرب انه طب ليش؟ طب واحد معك في المعركة بالعكس تماما، ها مندوبه سفيره في الصين واحنا بالحصار طالع تصريح اذا بترجعوا للارشيف ان سوريا لم تقاتل وسوريين اسقط لهم 90 طائرة عارف كيف ودمر إلهم والقتلى والشهداء. كان هذا حقيقة؟ انسحب السوريون من جزين من معظم أنحاء الشوف، رجعوا دمر سلاح الجو الإسرائيلي يوم 8 يونيو بطاريات سم 6 السورية، أسقط عشرات الطائرات حوالي 90 طائرة سقطت، ما في تكافؤ. لو طيارات ورق مش هتقع بهذا الشكل، ما كان في تكافؤ. طب ليه طلع طيارات طالما ما عندهاش تكافؤ؟ يا أخي هو كمان أنت قال ورجي عذرك ولا تورجي بخلك، أنا داخل هالمعركة يطلع الطيارات يبيدها السلاح الجوي يبيده. حصل معارك وهو لو ما طلع راح يقولوا وين هذا سلاح الجو بهالشأن. يعني لا الصواريخ وقعت طيارات إسرائيلية ولا الطيارات وقعت طيارات إسرائيلية ولا أسقط للإسرائيليين حسب اعترافهم، أنا قريت يومياتهم عبارة عن 4-5 طائرات. السوريين دخلوا في معركة كبيرة في عين زحلتة يعني عند نبع الصفا،
دخلوا في معركة كبيرة في حمدون، معركة في بيادر العدس، ودمرت الكتيبة الإسرائيلية المدرعة اللي كانت تقطع طريق دمشق. هل روى يعني لك الرئيس الأسد شيئا حول هذه المعارك وعلامات استفهام التي لا زالت قائمة حول الدور السوري وتدمير الأسلحة السورية بهذا الشكل والانسحابات السورية التي تمت بعد مواجهة الإسرائيليين؟ هو الرئيس الأسد بعد ما خرجنا من الحصار التقيت معه أنا وسألته السؤال، يعني أولا أعطيته عن أداء اللواء 85 اللي كان معنا في بيروت، وقلت له أنه قائد اللواء سيء كان وجبان، ما يعني ما بلاش أذكر اسمه، عارف كيف، معروف اسمه، لكن الجنود والكتائب كانت في منتهى الشجاعة. وبتستغرب إذا بقول لك أنا صرت قود هذه الكتائب استنادا لحرب العصابات، لأنه الجيش بحط مدافعه جنب بعضهم، بحط دباباته وكأنه هالشي. عشان إسرائيل تضرب؟ لا ما ب... لا هذا تكتيكهم، عارف كيف. ما هو أنا تحدثت في حلقات أخرى أنه للأسف في 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 عقم في العسكريتاريا العربية كيف تقاتل هذا العدو الإسرائيلي. غيرت تشكيلات المدافع تبعهم، الدبابات دخلتها في البيدروم في الأبنية في في بيروت، وقل له للطاقم ما بتطلع أنت من هال من هالأبو تبع هالمبنى الكبير لتسمع هدير وصوت الدبابات الإسرائيلية أمامك، بتطلع بتبقى دبابة في وجهك بتقاتلها، وإلا الطيران بده يدمرك. عارف كيف؟ يعني هالمواضيع. جيش تحرير فلسطيني كان في تعاون، كيف صمدنا في بيروت عم بحكي بكل. لما سألت الرئيس حافظ أسد حكى بصراحة، قال احنا خسرنا هذه الطائرات ونحن فوجئنا، عارف كيف، بحيث انه طائراتنا السورية لما كانت تطلع من المطارات السورية قبل ما توصل للحدود اللبنانية يتم عليها تشويش شديد للغاية بحيث الطيار يصير أزيز بأدنية تريد أنه والله تخزق له طبلة إذنه ويشعر أنه بده يشيل هالهلمت هاي الخوذة تبع الطيار جانبا وراداره. إلى هذا الحد إسرائيل اخترقت رادارات، لأنه كانت وقتها دخلت الطائرات F-15 و16. طيب على الأقل من لا تستطيع أن تواجههم بطائرات مماثلة، حافظ على الطائرات التي عندك. هذا الموضوع هو كمان عنده جيش موجود على الأرض يريد أن يقول له أنا حاولت ولكن هذا اللي حصل، عارف كيف، رغم كل هذه قلت لك الخسائر 2-3 لكن 9 طيارة، كل هذه الخسائر اللي حصلت. والسفير الفلسطيني في التابع لأبو عمار في الصين بيعطي تصريح أن القوات السورية لا تقاتل وتتفرج. يعني أنا طلبت من أنا طلبت من القوات السورية إلى الذي تورط في القتال. أخي معلش، هلا هو مش محطوطة جبهة إنه والله بده يدخل، لكن إسرائيل جاية ماشي الحال. قلت لك يعني حتى الصواريخ السورية اللي كانت منشورة لسام 6 لحماية اتدمرت كلها، اتدمرت. أقول لك يعني في أمريكا كانت المعركة في لبنان ليس معركة إسرائيلية، معركة إسرائيلية أمريكية، جنرال هيج وزير الدفاع وريغان يريد تدمير كل شيء وإخراج المقاومة الفلسطينية والجيش السوري من لبنان في هالموضوع. هذا كان واضح، الإسرائيليين عندهم خطة واضحة، السوريين والفلسطينيين لم يكن لديهم خطة واضحة، كانوا يعملوا بنظام رد الفعل كما عملت الجيوش العربية وجنت الخسائر طوال الفترة الماضية. مزبوط. مزبوط. لكن لا أريد أن أغمط أيضا الفلسطينيين حقهم، كان بينهم أبطال قاتلوا وصمدوا. مساء 9 يونيو كان يوما هاما في هذا الصراع، حيث تمكن المغاوير الفلسطينيين ومقاتلين من أمل ومن صد قوات إسرائيلية، وقتلوا نائب رئيس الأركان. هذا نحن اللي قتلناه في الدامور. هو لا، في كلام عنكم أنكم مش قتلتوه من الدامور، أنكم هربتوا يوم 9 يونيو والإسرائيليين تمكنوا من أن يسيطروا في دير النعمة على أسلحتكم التي كانت مخزونة في الأنفاق وهي في حالة سليمة تماما. 10 بالشهر سقطت النعمة، كان الإسرائيليين في خلدة يوم 8 بالشهر. شوف وين النعمة وين خلدة، يعني صاروا ورانا. ومثل ما حكيت لك هذا الانهيار اللي حصل في صفوف المقاومة أثر على الروح المعنوية. رغم هذه المستودعات اللي بيحكوا عنها،
هذه أعطيت لهم أوامر لرفاقنا أن تفخخ، بحيث والله إذا وكان عنا إحنا أجهزة تفخيخ وأجهزة توقيت لمدة يوم ويومين وثلاث أيام وأربعة أيام. وحقيقة إذا ترجع للأرشيف الإسرائيلي نقل كميات من الأسلحة وخزنت جنب طبرية وما شافوها إلا انفجرت كلها. فأرادت الناس أن تحملنا يعني مسؤولية أنه والله إحنا هذه الأسلحة والعتاد، لكن لم تقاتلوا به؟ لا قاتلنا فيه. أنا أصلا لما تأخذ اليوميات الإسرائيلية هي عقدة الدامور الناعمة، قلت لك تجاوزها الإسرائيليين ووصلوا على خلدة بثمانية بالشهر، إحنا عشرة بالشهر لسقطت هذه المنطقة وأخليت هذه المنطقة. كيف؟ لأنه حاصروها من كل الجهات، من البحر ومن وكنا وحيدين فيها. ورغم ذلك هذه الإسرائيليين يعترفوا بتدمير الدبابات في منطقة الناعمة والدامور، ارجع للمراجع الإسرائيلية، وقتل معاون رئيس الأركان اللي ممكن يعني ممكن جنرال آدم ما عارف إيش اسمه، عارف كيف اسمه؟ ياكوتيل آدم. آدم عارف كيف وقتل هناك عنا، عارف كيف؟ طب هاي منطقتنا، مين اللي عم يدافع عنها؟ كمان يعني هذا الجنرال اللي قتل في الناعمة والدامور اجوا ناس يعني من برا قتلوه، حتى بعض المصادر تقول اجوا ناس قتلوه. كيف يعني مغاوير من فتح ومن حركة امل ومن غيره؟ لا لا لا، بالعكس حصل انزال في منطقة الخلدة، عنا شباب هم اللي صدوا، ويمكن قائد الوحدة انا بقول لك بجمعك معه، وكيف هو نزلوا من البحر ودمر رأسا مجنزرتين بمدافع 106، وكانت الناس قاعدة في الملاجئ، بعدين طلعوا أخذوا الناس هالملالات وصاروا يرفعوا إشارات النصر، أنه والله أنت بتعرف النصر يلد يتيم، أما الهزيمة فإلى ألف أب وأم. فليب حبيب دخل على الخط يوم 10 يونيو وأقنع سوريا وإسرائيل بوقف إطلاق النار، لكن الإسرائيليين لم يلتزموا ولم يتوقف إطلاق النار. الحامية السورية انسحبت من الطرق الجبلية الاستراتيجية في قبر شمون مساء 11 يونيو، استولى عليها الإسرائيليين. بدأ الإسرائيليين وصلوا إلى بيروت، وبدأ حصار بيروت في 13 يونيو عام 1900. أحكم الحصار في 13. لا كانوا الإسرائيليين بخلدة من 9 وصلوا، من 9 ربما ماني بالشهر، ماني 9، لكن يعني أحكم الحصار بعد سيطرتهم على بيروت الشرقية واتصلوا مع المسيحيين. في الحلقة القادمة أبدأ معك من حصار بيروت. أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة السيد أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. في الختام أنقل لكم تحياتي فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.